كتعمل اموت ها كان ديال الغدا كتبان لي انت عارفي تكوسلتي شويه نبدلك والله واش انا راك عارف الوالد يجي من تمارا يجي خصو 12 الوحده تيجي خصو الغدا موجود كتسلى عليا تبارك الله عليكم اخوتي وخواتي كبيري لاباس عليكم نتمنىكم تكونوا على خير وبخير تكونوا بصحه جيده نتوما وليداتكم ودابا كما كتشوفوا السلعه البارح اخوتي بقيت كلشي شي شويه راني خصني نبدله ياك تقدري تبدلي بدل المصور ايوا خصني انا المصور يكون ناقد ومن نقول له كوماسي يكون واجد حدايا ماشي انت جاي وخصي راكم عارفين اخوتي خدام يكون تيكون خدام تيجي خصو وقت الغدا الغدا ماشي خصني انا يجي وعادي يبقى عادي يقول لي فين الغدا وفين خصني يلقى الغدا نيشان طايب اخوتي زيد السرعه كيما كتشوف اخوتي غنطيب هاد القليه عندك الكرشه عندك الريه القلوبه ها هما عندك المسير نضرهم من تحت ها هما اخوتي هاد التلاته المهم صراحه اختي ها هما راكم عارفين ديال الغالمين دابا كيما كتشوف غنصلب عليها البصله واذا انا كنشوفكم هاكم عزيز الغاليه راكم عارفه وقت الغدا غدا غير تيدوز وقت 12 ونص الوحده كاع تيدوز الغدا صافي مشى غدا خصني انا اخوتي دغيا دغيا خصني نطيب الغدا خاصني نطيب دابا خدام خصو يجي الغدا موجود عما تيديش غداتو المسكين مي تيفطر تيمشي صافي عاود اخوتي يجي الغدا موجود والسلعة ربي تشتو راها هادي هي مدرسة كوسة شوية خصو يبقى دراسو معايا مسكوسة تما ورا مونت ايوا يوتيوب طلع مابقاش عندي الهواية ديالو صافي علاش والله العظيم دابا باقي معانا خوتي وخواتاتي وليداتي باقيين معانا الحمد لله اللهم لك الحمد حمدتك يا ربي شكرتك راه باقي كيبغيوني وكيعيطو عليا ويتصلو بيا الله يخليهم لينا الله يخليهم لينا خوتي دابا هذا المكان كما كتشوفو دابا نطيب هاد القلية ان شاء الله كنتمنى تعجبكم ما كلشي راه كيعرف اخوتي طيبي حنايا لا بد اللي درناها نشاركوها مع العزاز الغالي نتوما ان شاء الله عارفه القليه خوتي بصله لا بد من البصله تجي تقرا البصله عاد الشر بصله عينيه هذه خوتي كما كتشوفوا انا صليت البصله ديالي جوج كوقات وشات شي مخاطره حكيت كوقات ما طايشه ثوم وقصفر شويه ديال العدنوس ربيع الزيت اخوتي معايا راه هاد الغلمي تتكون بالشحمه تيعجبوش اخوتي انا اليدام القصبة اللي يابس مزيان اخوتي فيها تيعطي النكهة زوينة أوه بالكرش ولا كامل اخوتي نفعونها بالقريعات اخوتي لا نفعونها بالقريعات زوينين خيرين لوين زوين فيهم مذهب سكين جبير بس هي غير قليلة خوتي صامي تطيب تتولي غير هبيزة قدام الكاميرا معندوش البصل شويه د المجبوي و دابا كيما كتشوفو ندير هاد الشحر هاد الشحر عاد ندير ليها الماء خوتي مع البصله تبقى الماء ما طايشه هاهي هاد الشحر ان شاء الله خليكم معايا العزيز خوتي انا غادي عجنت دابا راني تنخبز هانتوما الخبيز تكون بيان هانتوما يا انا معاونين خوتي راه عجنت وخبزت وكتخبز وانا كندير الغدا
ومعاونه راه مزيانه خوتي حتى في الماكله ما كاينش لا والو ما كاين والو. والسرعه ربي كيصور الله يخليه لنا امين السرعه الله يخليك لينا خصكش تبخل علينا انا معاك تل نقولوا لك انا فا كون واقف انا معاك تدفنيني الله يسترك. السلام عليكم خوتي المشاهدين كي دايرين لاباس عليكم نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وعلى خير كما كتشوفوا مغرسه طايبنا الدواره وانا هنا عجن تخبز مغزوليه وحنا معاونين عقبال ديما خويا حتى هي نوليو ثلاثه في الدار ان شاء الله ان شاء الله يعني. كلشي قريب عند الله اللي يجيب لنا شي جوجه صالحه ويسال على اي واحد كتشوفوا خوتي هي شحرتها مزيان دابا كتشوفوا خوتي الشريمين داك كلشي غيشرب بصيله العطريه دخلتها مزيان وهذا المرقها دابا باش نقفل عليها باش نرقبو مره حتى هي غطيه الخروف غير دابا خوتي كنشرمل طاطا مسلوقه سلقتها وقردتها انا عندي مطيشه قزبر مدكوك هو والثومه الحمراء شويه ديال الكمون هريسه زيت درت تشحر مزيان قزبر دابا كيما كتشوف الحلو ديالي الخليه ديالها هي طابت ها نتوما متشحرات دقه خاطره ماشي هشيتكم خوتي كل واحد خير في دارو سمح لي الا كان كيما عمل ولا لا مريم راه شارملات بطاطا اللي بغا ياكل بطاطا ياكلها واللي بغا ياكل القليه ياكلها خوتي دابا هي شارملاتها خوتي هادي ربع طباسه صافي ما جاش بوك هما راه حيت بطاطا بشارملين كما جات زوينه صافي راه خوتي كتشوفو جات السلعه بنت مليا تجيني على يدي خايف نمشي شي سكون خوتي طيب غدا جينا هاد النهار ناقص بلا بيه وخوتي كتنزل راه يتعطل كتعطل غير كتشوف يتغدل من انا نخلي شي نخلي لغديتو المسارة نحدا خوتي الله ياكل شي بزاف بينا غا تلاتة بينا خوتي حتى شي حاجة تطبي صلاتي ودي لنا كنشربو مع العزاز الغالية بلا بيفومو والله ما نسول اخوتي ان شاء الله دابا نحط لك ديال السلعة ربي لالا مريم وانا والسي طايمين عايشين ان شاء الله ونحط الغدا اللي كتب الله اما لالا مريم راه عاد عارفة عندنا انا اليوم لا نقص شرف انا السي طايبة اخوتي غنقسمو حنايا دي راه تحمرت لالا مريم مزيان اخوتي جبني كوب حمرا ما ندربوها والله ما درتش عادي يا ولد لا درنا نشركوا معاهم معنا واخا تحرق كاع تشوط نبينوا بعض تحرق لي كلهم ولا ما تحركتش انا حسبتي وانا حسبت بجوج دابا انا حطيت الغدا لوليداتي تعجبني خوتي بحال كل كور مقرمش وانتم هما اللي الخير والخميره خوتي وليدنا كنشركوا معاكم دابا كيما كتشوفوا البطاطا ديالنا مشرمله القليه ديالنا انتم هما اللي الخير ها هي ايوا قبلوا علينا خوتي ولي درناه كنشركم هاد الام كي قال هذا اليوم ديالنا كنشركوها معاكم نتمنى تقبلوا علينا ونخليكم على خير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم احب وسهلكم.